اخويا حنا كنا في الدرب اللي في التحت هنايا في 66 حيفاره، حتى كيبان لينا واحد الدري جاي سخطان. هو نورمالمون جاي سخطان من هاد الجهه اللي هنا ديال البوليسيه، جاي سخطان شال الدري بعدنا هنايا وصل. ملي وصل تما بحال هدا كيسخن، ملي بدا كيسخن هو يضرب الدريبه الاخرى ويطيح حدا الكارديان ديال الدرب. الكارديان ديال الدرب شاف الدم وشافو طاح وسخفو هذا وعيط على البوليس. ملي جاو البوليس شافو الحدث بحال هكا وعيط على لومبيلونس، عيط على لومبيلونس جات داش وما يعيطوا جات اخبار بلي انه راه السيد راه مات. هاد السيد اخويا اللي سمعنا حنايا قال لك راه كان مشي ياخذ شي حاجه ديال البليه، ما عرفناش واش حشيش ولا شراب ولا ما عرفنا شنو كان باغي ياخذ من واحد البلاصه البوليسيه، ما عرفنا شنو كان باغي ياخذ. شاهد به ضربوا شي واحد شي جنويه قال له ما عرفتش واش ضربوا جيت البلاصه ولا جيت الكلوه ولا شي بلاصه ما عرفناش فين ضرب هذا السيد كله بماياش. ما شفتوش حنا شنو غير دايز من بعيد، ما شفناش حنا كا شفناش حنا كفيزاج واضح حتى سميتو حتى بان لينا جا هو يسخف الدرب للوران الله يرحمه في النار هذا.